هذه الحملة التحسيسية راح نحاول من خلالها تقديم مداخلات قيمة حول حقوق وواجبات الطالب إزاء الضمان الاجتماعي. كذلك نحاول من خلال هذه المداخلات التعريف بالخدمات الرقمية التي أدرجها الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء، وذلك تفاديا لعناء التنقل لمصالح الضمان الاجتماعي ومحاربة للبيروقراطية والارتقاء بالخدمة العمومية. هذا اليوم الدراسي للتعريف بالرقابة الطبية وواجبات الطلبة وحقوقهم، وكذا التعريف بكل الأمراض المزمنة التي تدخل ضمن بطاقة الشفاء.